بالظبط يعني انا نجحت كده بالظبط. طب يعني باشمهندس الرياضه صناعه طبعا وجهه نظرك طبعا. طب يعني معلش انا محتاج وحضرتك موجود معايا وحضرتك امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه واحد اهم الشخصيات الرياضيه على الساحه، ده كان بكل امانه. لا لما انا اقعد اقول كلام ممكن يقول لك ده راجل بيقول كلام اعلامي، لا الرياضه صناعه، لا انا عايز حضرتك تقول لي ايه اللي فيها صناعه، ايه اللي ليه الكلمه دي او الاكسبريشن ده بقى بيتقال من وجهه نظرك؟ الرياضه صناعه ده كلام يعني كلام مظبوط 100%. عشان كده انا بقول كمان ان دايما لازم لوائحنا تتغير، ان مش شرط ان اللي بيدير المنظومه يكون رياضي لعب هذه المنظومه. احييك يعني انا دي مقتنع بيها تماما. احييك يا باشمهندس، بحب اغيرها في لوائح رغم ان انا راجل. انا لا انا لعبت رياضه الخماسي الحديد ولعبت اولمبيات ولعبت بطولات عالم وكل حاجه. مش كل واحد لعب هيبقى اداري ناجح او مدرب ناجح او العكس. نصف سليم اعظم رئيس اتحاد الكره الطائره ما لعبش كره طائره. انا اسف يعني ده بس كده. المنصب الرئيس تحديدا في اي اتحاد او اي منظومه رياضيه خلاص محتاج حد بيزنس مان قوي. يعني عليك خلاص دي حاجه طبعا. انا يعني ممكن يبقى عندك حد رياضي بيزنس مان قوي قوي، ممكن يبقى ملوش دعوه بالرياضه خالص تمام وسايب. خد بالك الخطا بيحصل امتى؟ لو انا بيزنس مان قوي جدا وهقدر اقوم الاتحاد ده كمنظومه بيزنس وتدخلت في الفنيات بوظت الدنيا. يعني عليك بوظت الدنيا تمام. فلازم تدي يعني الحريه الكامله، مش الحريه الكامله، تثقف المدربين بالشكل والاستراتيجي اللي انت عايزه خلاص، وايه التارجتس اللي مطلوبه خلاص. لما حطينا التارجتس في الاول الناس افتكرت ان احنا مجانين، حقيقي مجانين خلاص. اتحاد ماشي على قد حاله خلاص اوكي، والتارجت بتاعنا هو الميداليه الاولمبيه. طب هو انت قربت اساسا للميداليه الاولمبيه؟ هو انت كسبت بطوله دوليه اساسا عشان نتكلم على احباط من تمام خلاص؟ لا هو ده التارجت بتاعنا. فكان اول خطوه خدناها في 2000 قبل اولمبياد لندن على طول خلاص، كان انا مشيت المدرب الاجنبي، مش عايزين شاكرين قوي قوي قوي. احنا هنقدر ننجح ونوصل للتارجت بتاعنا وهناخد وقتنا، بس صناعه مصريه 100% 100% خلاص، لا يوجد فيها اي حاجه اجنبيه. الاجنبي برضو في الاخر مش قلبه على البلد، مش قلبه عليك خلاص، هو جاي وظيفه جاي يسترزق منها وهيمشي. هيديك اللي عنده لان في احتراف. انما انا عايز ابني منظومه. انا مش يعني ماشي، طب بعد ما مشي خلاص ابدا من الصفر تاني؟ لا، انا لازم ابني قاعده مدربين بفكر معين، زي ما اسبانيا عملت في الكوره، زي ما المشروع البلجيكي ما حصل خلاص. فبتبدا بحاجه بتسيستم مدربين، وبدانا كمان بالمدربين الصغيرين مش مدربين الكبار، المدربين الكبار قوي في السن عشان تغير فكره ده شبه مستحيل، صعب خلاص، صعب جدا خلاص. انما الصغير لسه متخرج تقدر انك انت تشكله زي ما انت عايز، تحط له فكر واحلامه كمان. هو مش حاسس انها مستحيله، هو حاسس انت بتحسسه وبتدي له الامان ان ذا سكاي ذا ليميت، نقدر نوصل. فقدرنا ان احنا نوصل. يعني كنت بدي المثال دايما ان مثلا روسيا كانت بطله العالم وقتين، كل ما احاول اوصلها هي تبقى في حته ثانيه، اجي اوصلها تبقى هي في حته. لا احنا حطينا تارجت اعلى من الرقم العالمي بكتير. طب ايه يا عم النجم خلاص، وبدانا نشتغل عليه خلاص. احنا حاليا دلوقتي احنا بطل العالم، احنا حاطين تارجت للاولمبيات الجايه هو كسر الرقم العالمي خلاص، هو ده التارجت بتاعنا. انا ماليش دعوه بالتانيين بيعملوا ايه، التاني اللي بيحاول يحصلني دي ما يخصنيش. انا ليا رقم، انا بعتبر نفسي لعبه فرديه رقميه خلاص، انا بحاول اجيب الرقم. لو جبت الرقم ده انا عارف ان انا هبقى الاول، فانا شغال عليه. بصيت لابعد من ميداليه. طبعا ابعد من ميداليه بكتير. احنا حضرتك حطينا تارجت في 2014، انا كنت رئيس بعثه مصر في اولمبياد نانجينج، ومصر جابت الحقيقه 11 ميداليه اولمبيه، وكان اكبر انجاز وقتها في الشباب يعني شباب. وكنت بس كنت انا كنت راجع حزين جدا، وكرمنا سياده الرئيس، كان اول تكريم لينا في قصر الرئاسه. كنت حزين لان الخماسي الحديث لم حققش ميداليه. الخماسي الحديث كنت رايح نفسي يجيب، خلصنا في الولاد رابع بفرق فوتو فينش عن الثالث، والبنت كان المفروض توصل هايدي وجابت السادس. كنت في بدايه مشروعك، كنت في بدايه مشروعي، كنت بقالي سنه ونص في مشروعي. فرجعنا من 2014، رحت حاطط تارجت خلاص، واخترت 10 ولاد و10 بنات لسه ما اتعلموش السلاح ولا الرمايه ولا الفروسيه، بس اخترتهم في قوام جري وسباحه قوي جدا، واشتغلنا بيهم 4 سنين عشان اولمبياد الشباب 2018 بوينس ايرس. دي المجموعه اللي كان فيها احمد الجندي وسلمى ايمن والكلام ده كله.